والمزيد بينضم لينا عبر الهاتف دكتور طارق فهمي استاذ العلوم السياسيه. طبعا بنرحب بحضرتك دكتور طارق في برنامج التساعه، كل سنه وحضرتك طيب. طيبه ومصر كلها طيبه، وان شاء الله يجعل هذه المناسبه الطيبه خير على كل المصريين. اتفضلي يا فندم. اللهم امين. طيب يعني في البدايه واحنا نحتفل بهذه الذكرى، الذكرى 41 لاسترداد ارض سيناء، يمكن معركه طويله جدا يا فندم لم تنتهي عند استرداد طابه، بعد كده سيناء كمان خاضت حرب أخرى ضد الإرهاب، ثم حرب أخرى، حرب تنمية وحرب يمكن وإحنا بنتكلم عليها دلوقتي وشايفين ما يحدث في سيناء، محدش كان ممكن يتخيل أو يتصور كم الإنجاز اللي حصل في سيناء. قراءة حضرتك لما حدث في سيناء حتى الآن يا فندمي؟ هو بالتأكيد طبعا خليني أقول الأول أن تحليل مضمون كلمة السيد الرئيس اليوم كلمة لها دلالات مهمة في توقيت بالغ الأهمية بالنسبة لاحتفالات الدولة بذكرى ومرور 41 سنة على تحرير سيناء. الجيش والشرطة بذلوا مجهودات كبيرة، وسيادة الرئيس ركز على بطولات القوات المسلحة والشرطة طبعا في مواجهة عملية الإرهاب خلال السنوات الأخيرة، لكن الأساس هو الرسالة اللي سيادة الرئيس أراد أن يقولها في هذه المناسبة، هو تطهير سيناء من الإرهاب ومن يعني الاحتلال، وأيضا الرسالة هو تنمية سيناء. ربما ما يجري في سيناء الآن ملحمة كبيرة يعني امتدت لمواجهة طبعا عملية الإرهاب، واستمرت بطبيعة الحال في مشروعات الإعمار سواء مدينة رفح الجديدة أو سواء كانت المشروعات التي قطعت فيها الدولة شوط كبير، ربما نحتاج إلى التنويه إليها في ذكرى مرور 41 سنة على تحرير سيناء. جزء منه معركة البناء، يعني احنا خدنا معركتين، معركة مواجهة الإرهاب ومواجهة تنظيمات الإرهابية والتكفيرية، والجزء الآخر معركة البناء والتعمير. كانت معادلة صعبة للأمانة بذلت فيها القوات المسلحة وجهاز الشرطة بالإضافة إلى أجهزة الدولة المعنية كل في قطاعه. اليوم احنا واقفين على أرض راسخة، سيناء جزء كبير من أرض الوطن الغالي، في مجهودات بذلت على أعلى مستوى، في مشروعات كبيرة اتعملت، الأجيال الصعبة من المفترض أن حضرتك يعني تعلم ما الذي دفعته مصر مقابل استرداد سيناء. وعايز أذكر الرأي العام المصري بأمرين، الأمر الأول أن مصر خاضت حرب ثم خاضت عملية السلام وحررت أرضها بالكامل، في حين ظلت الأراضي العربية المحتلة لا تزال محتلة. يعني مصر خاضت حربها ضد إسرائيل وأعادت الأرض في الحرب ثم بمعركة السلام. ويمكن كانت تحية سيادة الرئيس النهاردة عبد الفتاح السيسي إلى القائد الراحل أنور السادات إشارة مهمة لهذا.